أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان